يقول علماء السلف يقولون الطوائف وأهلها ثلاث: أهل التجهيل وهم المفوضة، أهل التحريف وهم الجهمية والمعتزلة الذين حرفوا النصوص المتعلقة بصفات الله عز وجل، أهل التخيل وهم أصحاب الخيالات كالفلاسفة والباطنية. فهناك أهل التخيل وهم الباطنية الذين يزعمون بأن الرسل قد كذبوا على الناس وأنه ليس هناك يوم آخر وليس هناك صورة مأمور بها كما سبق بيانه. وأهل التخيل جاءوا من ماذا؟ جاءوا من الترفض. أهل التحريف الذين حرفوا أسمع الله وصفاته. أهل التجهيل هم المفوضة الذين ينسبون إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام الجهل، فيقولون إنهم يجهلون معاني أسماء الله وصفاته.